من دلوقتي قبل ما حضرتك. انا بدأت التسجيل يا دكتور. خلاص طيب، ميرسي يا كريم. رأب. اوكي، فادي ثانية هخليك انت. بس ما موجودة، ممكن تعملي ام ميوت لو سمحتي؟ وانا موجودة. لو مشغل اي، اتفضل فادي، اتفضل. معلش، هو لو انا تمام. هو لو مشغل جوبتر نوت بوك وكنت باكسبيت حاجه وفتحت اشتغل مع حضرتك على الكولاب، ممكن ينترفيس مع انتراكت، يعني يبقى في تدخل ما بينهم، الموضوع يديني ايرورز بس صغيرين كده. لا، هو المفروض ما تحصلش، لان في يعني انت لو بتشتغل على كوانتم ريل كوانتم كمبيوتر، فانت ليك اكسس توكن من اي بي ام، والاكسس توكن ده بتبقى يعني سيبت عن اي جوب تانية، فالمفروض ما يحصلش اي تداخل بينهم، لان دي بيبقى كانها انت بتدخل في كيو في الاي بي ام ماشين، والكيو ده يعني لما يخلص الجوبس اللي عنده ممكن ياخد الجوب بتاعتك اللي هو الدور عليها. فما اعتقدش ان لوكال. طيب، ايه المشكله؟ مش عارف، كنت شغال لوكال على حاجه وبعد كده دخلت اشتغلت مع حضرتك على جوجل كولاب هنا دلوقتي الاكسرسايز دوت، مديني ايرورز كده وانا بامبورت وحاجات يعني غريبه اول مره تحصل لي. طيب، هو ممكن يعني انا كان في مشكله برضو عندي في الامبورت، بس اتصلحت لما عملت انستول ل بايلوت اللايبرري دي عموما يعني. فممكن بس تبعت لي على تيمز، او ابعت لي الايرورز اللي طالعه لك وممكن نشوفها مع بعض. ماشي، انا هحاول اوصل لحضرتك. ماشي، شكرا جدا. في حد تاني رفع ايده؟ فادي، هو انا مش باين عندي حد خالص. كريم رفع ايده. استاذ فادي، حضرتك ممكن تتكلم دلوقتي، انا فكيت المايك. ايوه، سامعني؟ ايوه. شكرا على العرض الجميل يا منى. وكنت عايز اسالك، الكوانتم شانل دي عباره عن ايه؟ بتبقى فيزيكال ميديوم ولا بتبقى واير ولا بتبقى غالبا فايبر اوبتيك، وبنقدر ننقل فيها فوتونز، وبيبقى ليها بولاريزيشن، وبيبقى ليها فلترز عشان تتقرا على حسب البولاريزيشن اللي هي مبعوثه بيها. فهي هو في كوانتم شانلز موجوده كتير. تمام. هو انا قريت في فرق ما بين الدنس كودينج والتليبورتيشن في الميديوم، بس انا ما خدت يعني ما فهمتش يعني، انا قريت سريعا، فممكن لو فيها يعني بريف عن الموضوع. طيب، احنا انت دلوقتي فاهم السوبر دانس كود او الدانس كودينج. الدانس كودينج كان ان احنا بننقل تو كلاسيكال بيتس في بعثه واحده، صح؟ تمام. اوكي، يعني احنا بنبعت كلاسيكال بيتس بس اوفر كوانتم شانل. جميل. طيب، في التليبورتيشن احنا بنبعت كوانتم سوبر بوزيشن او كوانتم بيت، اوكي، اوفر كلاسيكال شانل اللي هي سلك نحاس مثلا، اي كلاسيكال شانل بقى، شانلز بتاعتنا العاديه دي. تمام، اوكي. طيب، هل في اسئله تاني؟ ميرسي، شكرا. طيب، نكمل. الكوانتم تليبورتيشن بقى، الكوانتم تليبورتيشن هو ان احنا بنعمل ايه؟ بننقل كوانتم داتا عن طريق كلاسيكال شانل زي ما قلنا، بس يوزنج اي بي ار سورس. طيب، الانتانجلد كيوبيتس واحد منهم بيروح لالس وواحد منهم بيروح لبوب. تمام، و أليس بتعمل some operation عندها based على السوبربوزيشن اللي موجود عندها already، وبعدين بتبعت classical bits لبوب، وبوب المفروض ان هو بيعمل some operations تانية عكس اللي أليس عملتها او بتعكس اللي أليس عملتها، علشان يطلع الـ original superposition اللي كانت أليس عاملها.
طيب بس احنا هنا عندنا استفادة حلوة قوي بالنسبة لل entangled particles. هي ايه؟ ان أليس المفروض ان هي بتعمل measurement عندها. طيب فبعد ما تعمل measurement المفروض ايه اللي يحصل؟ بدل ما السوبربوزيشن بتاعي مش هو entangled، فلو عملت measurement في one qubit فالcubit التاني already كأنه حصل له measurement او السوبربوزيشن اللي فيه راح، فبقى خلاص once ان انا يعني عملت measurement في اي qubit فيهم الcubit التاني خلاص جاهز. طيب خلينا نشوف هو شغال ازاي. طيب انا هعمل quantum raster. اول حاجة الكوانتم راجستر ده المفروض يكون فيه 3 كيوبيت، 1 كيوبيت فور السوبر بوزيشن اللي أليس عايزة تعمله، و 2 كيوبيتس لل انتانجلد بورتيكلز، وبعد كده هنعمل 2 كلاسيكال كيوبيتس سي ار اكس مثلا، ده كلاسيكال سوري كلاسيكال بيتس بس عودنا كيوبيتس. اوكي طيب كلاسيكال راستر السايز بتاعه 1 وهنعمل تاني كلاسيكال بيت علشان احنا اتفقنا ان أليس المفروض بتبعت لبوب 2 كلاسيكال بيتس، فهنعمل سي ار زد مثلا وده برضو السايز بتاعه 1، وبعد كده انا هكومباين الكلاسيكال ريجسترز مع الكوانتم ريجستر في السيركت كلها، فانا هعمل تيليبورتيشن سيركت ايكوالز كوانتم سيركت وهديها الكوانتم راستر اللي عندي والتو كلاسيكال بيتس. اوكي اتاكد بس ان احنا عاملين ران لكل حاجة. لا خليهم بالترتيب. اوكي اوكي طيب بعدين المفروض ان احنا هنعمل creation لبيل ستيت اللي هنستخدمها، فاحنا ممكن عادي ناخد كوبي من الفانكشن من اللي احنا لسه كاتبينها من شويه لان ال APR source هو متغيرش، فهناخد الفانكشن دي بس. اوكي ودي المفروض انها هتكريت البال ستيت بتاعتنا. طيب وبعدين المفروض ان احنا نعمل السيت اب بتاعنا عادي، فهنديفاين الكوانتم راستر واحنا اوريدي عملنا لهم ديفينيشن الكوانتم راستر والكلاسيكال راستر، وهنعمل التليبورتيشن سيركت، وبعدين على السيركت اللي هي التليبورتيشن سيركت دي المفروض نابلاي الكرييت بال ستيت دي. بس هنخلي خلينا نتفق اتفاق دلوقتي، احنا المفروض ان احنا عندنا 3 كيوبيت في السيستم. اوكي الكيوبيت الاول اللي هو المفروض السوبر بوزيشن اللي عند أليس اللي المفروض عايز تبعته لبوب،
والكيوبيت التاني والتالت هما التو كيوبيتس اللي بستعملهم فور الانتانجلد بارتيكلز. ف لما هنا نعمل كرييشن لل بال بير هنخليهم بكيو بالكيوبيت ال 1 اللي هو ده الكيوبيت الثاني عشان هما بيبتدوا من 0 و 2 اوكي تمام. علشان المفروض ان 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 أليس تشتغل على الكيوبيت رقم 0. وبعدين هنرسم التليبورتيشن سيركت دي معلش يا جماعة بس عشان الامبورس تشتغل يعني ادوني ثانية واحدة بس. تمام فخلاص احنا دلوقتي عندنا 3 كيوبيتس 2 كلاسيكال بيتس عشان الميجرمنت وعملنا البالستيت بتاعتنا. فالمفروض بعد كده نروح نشوف أليس هتعمل ايه. طيب المفروض ان عند أليس ايه اللي بيحصل؟ احنا اتفقنا في الالجوريزم بتاع التليبورتيشن أليس جيت المفروض انها بتاخد ان هي عندها الكيوبيت بتاعها اللي فيه سوبر بوزيشن فهي بتعمل سي نوت وبعد كده هدمرت وكده بتبقى نقلت السوبر بوز او مش نقلت يعني السوبر بوزيشن اللي عندها بقى موجود في الانتانجلد بارتيكلز وبعد كده بتروح المفروض لبوب. فاللي احنا هنعمله هندفاين بس أليس بتعمل ايه. فالفانكشن دي بتقول ان أليس المفروض هتعمل سي نوت بال إبساي و A وبعد كده هدمرد على الإبساي اللي هو الإبساي دي اللي هي الكيوبيت أو السوبر بوزيشن اللي موجودة عند أليس اللي المفروض عايزة تبعته تمام. طيب بعد كده خلينا نشوف السيركت دلوقتي شكلها عامل إزاي. فأنا هحط بارير بس وبعدين هأبلاي أليس جيتس اوكي أليس اوكي هأبلاي أليس جيتس على الكيوبيت طبعا على الكوانتم سيركت بتاعتي والكيوبيت الأول اللي هو المفروض يكون
اللي فيه الابساي او السوبربوزيشن بتاعي هيكون كيوبيت 0، واول كيوبيت بس من الانتانجلد كيوبيت او اول كيوبيت بس من البير ستيت فهيكون على كيوبيت 0 كيوبيت 1. طيب وبعدين تعالوا نشوف بس السيركت دلوقتي شكلها عامل ازاي. كيو سي مش عندنا. طيب خلينا ناخدها من فوق. نصم سمية تريبورتيشن سيركت. أوكي. طيب شكل السيركت المفروض اللي عندنا تعالوا نطبعه بالمرة. المفروض ان هو يكون فيه دلوقتي الاوبريشنز بتاعت الانتانجلد بارتيكل والاوبريشن بتاعت أليس، وفاضل الاوبريشنز بتاعت بوب تتحط عليه. فانا هنا كده خلاص ده الاي بي ار وده أليس، المفروض ان هي ليها كنترول بس او ليها اكسس بس على الكيوبيت الاول من الانتنجلد كيوبيتس، والمفروض ان هي تعمل بقى ايه ميجر اند سند. طيب ميجر اند سند دي المفروض ان احنا اتفقنا ان أليس بتروح تبعت الداتا بتاعتها على كلاسيكال بيتس. ف كلاسيكال بيتس دي معناها ان هي لازم تكولابس السوبر بوزيشن اللي موجوده عندها علشان او تعمل ميجرمنت وتخلي الميجرمنت دي على كلاسيكال بيتس، والبيتس دي الكلاسيكال بيتس هي اللي بوب يقدر ياكسس عليها بعد كده. طيب فانا هديفاين فانكشن جديده اسمها ميجر، انسند. طيب ميجر اند سند دي بتاخد مني كوانتم سيركت وبتاخد مني 2 كيوبيتس A و B مثلا، وبعدين المفروض ان هي بتروح تعمل ميجر بين الكيوبيت A والكلاسيكال كيوبيت 0 وتعمل ميجرمنت بالكيوبيت بي والكلاسيكال كيوبيت كلاسيكال بيت 1. تمام وخلينا بس علشان يبقى ده سيبريتد كده هنا نعمل بارير كمان. طيب خلاص المفروض ان كل حاجه عندنا جاهزه، فاحنا نقدر نكونستركت السيركت كلها لحد ما أليس خلصت. اوكي احنا هنا كنا عملنا وي ابلايد بس الأليس جيتس على السيركت، فضل ان احنا نكول الميجرمنت فانكشن دي، فاحنا هنادي عليها هنا وهنديها الكلاسيكال بت سوري هنديها الكوانتم سيركت اللي هي تليبورتيشن سيركت، وهنديها الكيوبيتس اللي أليس بتعمل عليها ميجرمنت. طيب مين الكيوبيتس اللي أليس بتعمل عليها ميجرمنت؟ هما اكشلي كيوبيت 0 اللي هو السوبر بوزيشن بتاعها، وكيوبيت 1 اللي هو اول بت او اول كيوبيت في الـ في الـ في الـ في الستيت بتاعه البل ستيت. طيب عملنا ميجرمنت خلاص. طب تعالوا بس نبلوت الكلام ده. اوكي طيب لحد هنا تمام الداتا اتنقلت على الكلاسيكال شانل، فضل ان بوب يروح يشوف الداتا بتاعته دي و يريتريف السوبر بوزيشن اللي كانت أليس عايزه تبعته أليس عايزه تبعته. طيب ف بوب هيعمل كده ازاي؟
دلوقتي احنا اتفقنا ان هو لو التو كلاسيكال بيتس دول طلعوا 0 0 اوكي ده معناها ان بوب هي ابلاي الايدنتيتي اللي هو مش هيعمل حاجه. لو 0 1 هيعمل اكس, لو 1 0 هيعمل زد, لو 1 1 هيعمل اكس زد اكس سوري. طيب لو 0 0 المفروض ما يحصلش حاجه اوكي. طيب تعالوا نشوف لو 0 1 هيعمل هيعمل اكس. طيب فدي هنعملها ازاي؟ خلينا نشوف ديفاين فانكشن جديده اسمها مثلا ايه, بوب جيتس. بوب جيتس دي بياخد مني كوانتم سيركت و بياخد الكيوبيت بتاعه اللي هو هيأكسس عليه بس اوكي, اللي هو المفروض تاني كيوبيت او اخر كيوبيت اكشلي. وهياخد مني كمان ال سي ار زد و سي ار اكس تمام. طيب اوكي المفروض اللي يحصل ايه؟ والله لو الـ هو هيعمل اكس على الكيوبيت بتاعه اللي هو احنا بعتينه اسمه كيوبيت اوكي, لو دي معناها سي اف او كنترول اف, لو السي ار اكس بتاعتي واحد تمام, وهيعمل برضو زد هيعمل زد لو ال سي ار زد بواحد. طيب دلوقتي احنا عملنا ال 0 1 وال 1 0. طب ال 1 1 هو لو ال سي ار اكس بواحد وبعد كده شاف ال سي ار زد بواحد, مش ده كانه 1 1 اوكي؟ يعني ال 2 كلاسيكال بيتس فيهم 1 1, فمعنى كده ان هو هيعمل ايه؟ هيعمل اكس وزد مع بعض, فكده ما عندناش مشكله خلاص, مش محتاجين نعمل حاجه زياده لل 1 1. طيب نشوف الكلام ده على ال سيركت هيكون عامل ازاي. فانا هعمل بس بارير وبعدين هأبلاي البوب جيتس على الكيوبيت المفروض اللي هو التاني أو التالت, وبعدين هديله ال سي ار زد وال سي ار اكس اوكي, وبعدين انا مدلتلوش الكوانتم سيركت اللي هي teleportation circuit. طيب اوكي وخلينا ندرو الكلام ده. اوكي طيب هنا ايه اللي حصل بقى دلوقتي؟ احنا في طريقة زيادة ممكن مش اوكي. طيب ايه اللي حصل هنا من الاول كده؟ الـ API source اهو, Alice عملت الـ operations بتاعتها, بعد كده عملت measurement على classical bit, وبعد كده pop اخد control من classical bit على تاني qubit في الـ entangled qubits وعمل عليهم x و z. طيب امتى x و امتى z؟ لو الـ qubit الاول بـ x بـ 1 فهو هي apply x, لو الكيوبيت التاني ب1 فهو هي apply z, لو الاثنين ب1 فهو هي apply x z. فكده احنا ما عندناش مشكله so far اوكي. تعالوا نشوف الكلام ده بقى ننفذه. طيب
عايزين نشوف لو لو عملنا random state اوكي هل هي هتعمل لها teleportation ولا لا. طيب فانا هكريت random state random state دي فيها 1 qubit بس وبعدين انا عايزة بس اوريها لكم فهنادي على رايتو لاتكس دي بس المفروض ان هي هتطبعه لي اوكي وبس هنشوفها في البلوخ سفير بقى شكلها عامل ازاي. اوكي فهو كريت لي كوانتم او راندوم ستيت. راندوم ستيت دي في البلوخ سفير عامله كده ودي الماتريكس بتاعتها. طيب انا عايزه انيشلايز السيركت بتاعتي بالماتريكس دي او بالستيت دي فانا هقول ان انا هعمل init gate. الانيت جيت دي المفروض ان هي هت انيشيلايز الابسوي اوكي وبعدين هقول ان الانيت جيت دي بس هديها ليبل اوكي ماشي. طيب انا ممكن استعمل الكوانتم ستيت فيكتور فتعالوا نشوف بقى اللي هيحصل هنا دلوقتي. خلاص انا هعمل نفس اللي كنت بعمله في الاول هعمل السيركت كلها بس بالانيشيلايزد جيت دي فانا ممكن اخد الكود بتاع السيركت كله من فوق المفروض ان في النص ميجرمنت ملناش وبعدين هنبرنت السيركت. اوكي طيب دي بالظبط هي السيركت اللي احنا كنا عاملينها من شويه بس احنا لسه ما دخلناش فيها الانيشاليزيشن بتاع الانت جيت او السوبر بوزيشن اللي احنا كريتناه هنا. فاللي احنا هنعمله بس ان احنا بعد ما نعمل التليبورتيشن سيركت هنروح قايلين ان التليبورتيشن سيركت دي عند هنعمل لها اباند عند الكيوبيت 0 بالانت جيت بتاعتنا تمام. اوكي هو هنشتغل بقى كله زي ما احنا تعالوا نعمل run teleportation circuit dot اوكي فاللي حصل ان حصل انيشاليزيشن هنا للسوبر بوزيشن اللي الاليس المفروض تبعته مع ان الاي بي ار سورس عمل 2 كيوبيتس وبعد كده الاوبريشنز بتاعه اليس اشتغلت والميجرمنت وبعد كده
بوب المفروض ان هو عمل الاكس والزد بتاعه. طيب خلينا نشوف احنا عملنا measurement هنا اوكي، فخلينا نشوف ايه اللي حصل بعد الميجرمنت. طيب انا هعمل ايه؟ هروح ارن ده على سيميليتر، فانا عندي state vector simulator موجود في R، فانا هشوف الاوت فيكتور ده لما اكسكيوت التليبورتيشن سيركت. اوكي و طيب حاجات الستيت فيكتور بتاعي، وبعد كده هرسمه ك بلوكس فيه. فتعالوا نشوف ايه اللي حصل هنا. طيب ايه اللي حصل دلوقتي؟ انا كان عندي المفروض ثانية في حاجة مقلوبة. اوكي طيب المفروض ايه اللي حصل دلوقتي؟ ان الكيوبيتس بتاعتي الكيوبيت الزيرو والون ايه اللي حصل لهم؟ احنا دلوقتي زيرو والون عملنا لهم ميجرمنت. طيب الميجرمنت دي المفروض ان هي عملت كولابسيشن للسوبر بوزيشن، فخلتها عند ايزر زيرو اور ون. اوكي والمفروض ان هنا في سوبر بوزيشن بس هو عند زيرو ون، فانا لما بعد كده اعمل الكوركشن كود المفروض ان هو يتصلح تاني للأوريجينال سوبر بوزيشن فاللي انا عملت له كرييشن قبل كده. طيب في اسئله سوفر؟ حد عنده سؤال؟ هو انا مش شايفه حد رفع ايده غير سيف. لا انا تمام مفيش. هو مش عارف ايدي مكانتش مرفوعه بس تقريبا ريفريش بس. اوكي تمام. اوكي طيب طيب لو احنا عملنا الكلام ده على الكازم سيميليتر، فالمفروض ان احنا بس هنديفاين انا عايزه المفروض ان هي هنا طلع لي سوبر بوزيشن بس هو تقريبا في حاجه في الكود. طيب انا عايزه اعمل انفرس للانيشال جيت اللي انا عملتها. طيب الانفرس للانيشال جيت دي انا عندي حاجه اسمها جيتس تو ان كومبيوت، دي المفروض ان هي احنا اتفقنا ان كل حاجه ريفرسبل في الكوانتم كومبيتيشنز، فلو انا عملت انفرس لاي حاجه المفروض ان هي تطلع زي ما هي او تطلع معكم. فأنا عايزة المفروض إن أنا بعد ما أعمل الميجرمنت وبعد ما أعمل الميجرمنت وبعد ما أجيب الأكس والزد تاني المفروض إن أنا أعكس السوبر بوزيشن وأشوف إيه اللي هيحصل لي. هل دلوقتي لو أنا السوبر بوزيشن كان هو السوبر بوزيشن اللي كان داخل لي من الأول فهو المفروض إن يطلع لي في الكيوبيت ده ستيت زيرو تاني علشان هو كان already initialized على زيرو، فأنا هشوف الكلام ده. طيب فدلوقتي أنا عملت الكوانتم راستر وفي الـ two classical rasters والكوانتم سيركت كلها
فيها الكوانتم راستر وكلاسيكال راسترز، وعملت اباند للانت جيت بتاعتي، وعملت البيل بير، وبعد كده الاليس جيتس والميجرمنت اللي بتعملها، ذن البوب جيتس وال وبعد كده هروح اعمل انفرس للجيت. فتعالوا نشوف السيركت بتاعت الكلام ده هتكون عامله ازاي. طيب فنفس الموضوع اللي كان عندي من فوق، ان انا عملت اهو ده لحد هنا التليبورتيشن، وبعد كده عملت ديسنتانجلر. فالمفروض خلينا نشوف نعمل ميجرمنت الاخر كيوبيت ونشوف ايه اللي هيحصل. اوكي المفروض ان الكيوبيت اللي هو سي زيرو ده اللي هو اخر واحد من تحت. اوكي طيب احنا دلوقتي عملنا ديسنتانجلر هنا. اوكي فالديسنتانجلر ده خلى الكيوبيت او سوري كلاسيكال بيت ده لما عملنا له ميجرمنت يكون فيه كله بزيروز علشان حصل له كولابسيشن. فكده احنا عندنا 100% chance ان السوبر بوزيشن ده كان هو الاولاني، علشان كده الستيت زيرو رجعت تاني في هذا الكلاسيكال بيت. اوكي طيب انا كده خلصت التليبورتيشن. لو ما حدش عنده اي اسئله ممكن ندخل على دوت جوزا الجروس. اوكي خلينا نراجع بس مراجعة سريعة عن اللي بسمة شرحته في السيشن الصبح النهاردة عن الدويت جوزا بروبلم عموما. طيب البروبلم ان انا لو عندي بوليان فانكشن، البوليان فانكشن دي هي هيدن بوليان فانكشن، يعني انا معرفش جواها ايه، بس انا عارفة هي عبارة عن بلاك بوكس، بس هي بترتورنلي ايزر 0 or 1 على حسب الانبوتس بتاعتها. اوكي طيب بترتورنلي 0 or 1 based على ايه؟ او انا هستفيد ايه من الزيرو او وان بتاعها؟ ان انا لو عندي ستيت كلها لو عندي ال f of x مثلا 1 equals f of x 2 لكل الاكسس اللي موجودة في الفانكشن، فكده بتكون constant function. لو ال f of x over الدومين بتاع الفانكشن كلهم بيكونوا ممكن يكونوا مختلفين half and half، فمعنى كده ان هي بتكون balanced function. فانا لو عملت الكلام ده بال classical computations، فالمفروض ان هي لو طلع لي اول solution بس ان هنا 0 وهنا 1 ودول طلعوا مختلفين، فانا كده خلاص عرفت ان هي balanced. بس لو ما حصلش كده فانا هضطر اكمل للاخر عشان اتاكد انها constant، فهيطلع لي complexity بتاعتها بالشكل ده. طيب فقالوا دويت جوزا قال او يعني الالجوريزم بيقول ان احنا ممكن نعمل كوانتم سولوشن للكلام ده. طيب كوانتم سولوشن للكلام ده المفروض يشتغل ازاي؟ ان احنا بيكون عندنا كل الكيوبيتس اللي بتريبريزنت الانبوت ستيت عندنا انيشاليزد بالزيرو وهم ان كيوبيت، وبعدين بنعمل هادمرد عليهم كلهم وبنانيشاليز اكسترا كيوبيت ب1 ونحط عليه بس هادمرد. تمام بعد كده عندي الاوراكل بتاع الفانكشن بتاعتي هنجي له بعد كده وبعدين بعمل هادمرد تاني على كلهم وبمجر اول ان كيوبيتس بس، وبعد كده باجنور الاكسترا كيوبيت بتاعي. خلينا نشوف بس نفتكر اللي كنا بنشرحه الصبح.
دلوقتي لو انا الانبوت ستيت بتاعتي اتفقنا ان هي خلاص 0 على اول n كيوبيت والكيوبيت الاخير بقى انيشالايز ب 1 وبعد كده بعمل هادمرد على كلهم فبيكون عندي السوبر بوزيشن بالشكل ده وبعد كده انا هابلاي الكوانتم اوراكل بتاعي لحد ما في الاخر يكون عندي نيجاتيف 1 باور اف اوف اكس. طب ال f of x احنا قلنا الفاليوز بتاعتها either 0 or 1 يعني انا ممكن يكون عندي negative 1 power 0 او negative 1 power 1 depending على ان ال f of x ده result ال x دي result بتاعت الفانكشن operated عليها ب 0 or 1 اوكي وده ال extra qubit بتاعنا اللي احنا عملنا له initialization. طيب فمعنى كده ايه؟ ان احنا لو عندنا constant function او constant oracle المفروض ان يكون اخر qubit بس هو اللي ب 1 والباقي ب 0 دول ك ده كده كانيشاليزيشن وبعد ما نابلاي عليه هادمرت بيبقى كلهم بواحد عادي. بعد كده بنابلاي الاوراكل فبيكون عندنا كلهم بواحد. بعد كده لما نابلاي الهادمرت باور ان تاني او هادمرت على ان كيوبيت بيكون عندنا اخر كيوبيت بس هو اللي ب1 والباقي كلهم بزيرو وده بيبروف ان هي كده كونستانت فانكشن عندنا او كونستانت او كونستانت فانكشن. طيب لو هي balanced فمعنى كده ان احنا بعد ما apply الاوراكل هيكون عندنا في شوية negatives في النص وبعد كده هتكون بس احنا we don't really care about the phase shift of ال states دي بس we care about ان هي كلها موجودة بone فهي معنى كده ان هي مش zeros يعني معنى كده ان هي مش constant function. طيب this is just an example متهيألي بس ما شرحت الكلام ده كله الصبح. خلينا ندخل في الالجوريزم دلوقتي. لو انا عندي balanced function عايزة represent balanced oracle فمثلا ده example ان ممكن في طرق كتير قوي ان انا اعمل balanced oracle على حسب ال function بتاعتي فبس هنا مثلا هو عمل C0 على qubit الاول والتاني والتالت على ال extra qubit فمعنى كده ان انا هيكون لما يكون عندي 1 في الكيوبيت الاول و1 في الكيوبيت الثاني و1 في الكيوبيت الثالث اوكي فده كده هيجيب لي 1 اوكي. خلينا بس نفتكر ان احنا هنا بنعمل اكس اور لبعض صح فالاكس اور لما يكون واحد يعني واحد رقم واحد بيعمل بيكون 1 لما يكون 2 فهيبقى 1 اكس اور 1 فهيبقى ب 0 لما نعمل 3 هيبقى 1 اكس اور 1 اكس اور 1 هيبقى بون اوكي يعني الـ even numbers في الـ XOR بتشيل بعض فبكده يكون عندنا في 4 states اللي هم فيهم 2 ones دول بيخلوا الـ output هنا بزيرو ودول بيخلوا الـ output بون اللي هم فيهم واحد واحد بس او 3 وحيد او odd number يعني عموما. طيب ده example للـ balanced function وممكن يكون عندنا balanced function تانية فيها xset او فيها not على اي كيوبت فيهم فالتيبل او الانبوت ستيتس اللي هتجيب لي 0 هتكون مختلفه عن التيبل الاولاني وهكذا ففي امبلمنتيشنز كتير للكلام ده. طيب دلوقتي احنا هنكونستراكت سيركت الكوانتم سيركت دي بس احنا حطينا ان هي فيها 3 كيوبت وعملنا كونستراكشن للكوانتم سيركت فيها كيوبت بس زياده للورك سبيس وبعدين عرفنا ال الاوراكل وهنا عملنا initialization بس لاخر كيوبيت ب1 خلينا نعمل run من الاول سوري. اوكي وهعرف البالانسد اوراكل دلوقتي انا عندي بيت سترينج 101 فده بيقول ان احنا في عندنا زيروز وعندنا 1 في الثلاثه كيوبيت صح اوكي فمثلا لما ابلاي ده از ان اوراكل فهيديني 1 هنا دي هانيشلايز هي اصلا انيشلايزد بزيرو فهتبقى ب1 وهنا ولا حاجه وهنا ب1 تمام. طيب لما نيجي بقى نعمل الاوراكل على الكلام ده
اوكي ده الاوراكل اللي احنا شفناه ده بتاع balanced function. وبعدين اوكي هنعكس بس ال initialization اللي حصل هنا. طيب بعد كده احنا المفروض نشتغل بقى ده الالجوريزم كله. فهنعمل السيركت بتاعت الالجوريزم. احنا قلنا ان هي h power n. اوكي فعملنا هنا اخر بس كيوبيت بواحد وبعد كده عملنا h power n. وهنا رحنا عاملين حاطين الاوراكل معنا. اوكي فالاوراكل زي ما هو من فوق بس حطناه هنا اللي هي ال 2 axis دي وبعد كده ال c knots وال 2 axis اللي هنا. وبعدين رحنا عاملين measurement على اول n cubits. تمام طيب ال input states بتاعتي كانت فيها zeros وفيها ones. اوكي يعني كان فيها one في الكيوبيت الاول, zero في الكيوبيت الثاني, one في الكيوبيت الثالث وهكذا. فالمفروض ان دي هتكون balanced function. فكده انا ما عندي لما عملت measurement طلع لي 111, معنى كده ان عندي zero chance of measuring 000, معنى كده ان الفانكشن دي هي balanced. انا لو هجنرالايز الالجوريزم بتاعي خلينا بس ايه هو الكود طويل بس خلينا نشوف بس شكل السيركت الاخر هيكون عامل ازاي. انا بس بمشي بسرعه لان كل الكلام ده اوريدي بلت ان في في كيسكت هوريه لكم دلوقتي حالا. بس اوكي ده الامبلمنتيشن الهارد كودد بس هو ده ممكن ندي عليه من كاسكت على طول يعني. طيب فدلوقتي هنا انا عندي h بار n الاوراكل h بار n وبعد كده عملت measurement والميجرمنت دي طلعت كلها ones, معنى كده انها كانت balanced function برضو. طيب لو عملنا الكلام ده على real quantum computer, احنا اتفقنا ان السيميوليتر بيفرق عن الريل كوانتم كمبيوتر في ان هو بيكون شويه ايدل او ايديال ماشين, يعني ما فيهاش ايرور ريت, ما فيهاش اي حاجه بتاثر على البروبابيلتيز بتاعه الستيتس. فلا انا عملت امبلمنتيشن للكلام ده على كوانتم كمبيوتر والريزلتس اللي طلعت لي كانت عامله كده, ما كانتش بيور 4 ونز بس كانت يعني اولموست 70% في الستيت 1111 اللي هي يعني تقريبا كلوز من ال 100%. اوكي طيب خلينا نشوف الكلام ده هو بالظبط في كيسكت مش هياخد مننا سطرين لو احنا يعني استعملنا ال air right parity. ثانية واحدة بس بيعمل رن. طيب احنا ممكن نبتدي على ما يخلص الرن بتاعه. اوكي دلوقتي احنا عارفين ان اي function بيبقى ليها input size. مثلا لو احنا قلنا ان عندنا function مثلا ال input size او هي ال function دي over 3 qubits فممكن يكون عندنا 8 احتمالات في ال truth table. ف
احنا ممكن نعرف ال function outputs دي ك bit string equals مثلا ان 0 وال1 و2 و3 يكون الريزلت بتاعتهم بواحد، وال4 وال5 وال6 وال7 دول يكون الريزلت بتاعتهم 2، ودي بالنسبه لنا هتكون balanced function. فممكن نسات البالانسد فانكشن دي از ان اوراكل، فالاوراكل بتاعنا هيكون equal ال truth table Oracle of bit string. تمام. اوكي. وبعدين احنا ممكن نعرف نعمل الاوراكل سيركت بان احنا بس هو احنا كده عملنا هنا بس امبورت للترو ستيبل اوراكل علشان نعمل الاوبريشن دي، وبرضو عملنا من كاسكت اكوا الجوريزم دوتش جوزا. هي اوريدي اصلا الالجوريزم امبلمنتد في الباك اند بتاع كاسكت، ف ممكن نستعمله دايركتلي من غير ما نقعد نعمل كل الامبلمنتيشن اللي احنا عملناه من شويه ده. ف ممكن بس نشوف الاوراكل سيركت اللي كريتت تكون عامله ازاي. فانا عندي اوراكل دوت سيركت دوت رو، اوكي. طيب ايه اللي حصل هنا دلوقتي؟ انا بس عرفت الفانكشن وهو عمل لي الاوراكل سيركت بتاعتها على طول. طيب بعد كده انا هانيشلايز الدويتش جوزا الجوريزم بالاوراكل اللي انا اوريدي عملته فوق، وهعمله سيميليشن على كازم سيميليتر، وهنشوف الترو ستيبل بتاعها او هنشوف الريزلت بتاعتها هتكون عامله ازاي. طيب فهو بيقول لي true table بتاع الstate بتاع او الـ string بتاعي هي represents a balanced function. اوكي. طيب لو احنا عملنا ده على unbalanced function، يعني لو احنا هنا ممكن نعرف 16 bits او 16 qubits sorry 16 states يعني represented by 4 qubits كلهم ones، فدي المفروض ان هي تكون constant function. يعني جينا نعمل run للكلام ده، انا عرفت الاوراكل بالبيت string ده using the true stable oracle، وبعد كده عملت execution لدويتش جوزا algorithm وعملت له simulation على كازم simulator، عملت run للcircuit، وبعد كده عملت طبعت الريزلتس بتاعتي. فبيقول لي ان التيبل 16-1 ده represent a constant function. ليه؟ لان الـ function output على كل الـ bits أو كل الـ states بت equal بعضها، فكده ده الـ formal definition بتاع الـ constant function. أوكي. هل في أسئلة؟ كريم تفضل. كريم نزل إيده. هل في أي حد عنده أسئلة تاني؟ ظاهر عندي حد رفع ايده. طيب اوكي. لو ما فيش اسئلة ان شاء الله نتقابل الساعة 4 بالظبط، هيكون تكمل بقية سيشنز النهاردة، وهيكون فيها جروفرز الجوريزم، فناخد بريك بقى وان شاء الله نشوفكم الساعه 4. استاذنكم في حاجه صغيره لو سمحت، يا ريت لو حاليا تبصوا على الايميلات علشان في ايميل مهم اتبعت، ويا ريت ان شاء الله على السيشن الجايه يعني كله يكون مجهز الكاميرا بتاعته علشان يعني كلنا ناخد صوره تذكاريه ان شاء الله، لان هتبقى اخر سيشن لينا.
وايضا هتكون في كيو ان اي كده سيشن صغيره، علشان لو حد حابب يسأل على حاجه او يعني الفيوتشر دايركشنز ان شاء الله تبقى عامله ازاي. يعني اتمنى لو حد مثلا عارف شخص ما حضرش السيشن النهارده او غايب او اي حاجه يبلغه، بحيث ان كلنا نقدر نستفاد ونفيد بعض. ومتشكر جدا ومتشكر لمنا جدا على يعني العرض الرائع بتاعه. شكرا يا كريم. اوكي يا جماعة، نرجع الساعة 4 ان شاء الله.